من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام، وأشكره على هذه العطية وأسأله العفو والعافية لي ولكم ولجميع المسلمين وحسن الختام. صلوا على النبي طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. يا نور الوجود.
صلى وعليك الله صلى ربي ذو الجلال 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 ورمي يا نور الوجوه الله الله طالما أشكو ورمي يا نور الوجود وأنادي يا ذهامي يا ربي ذو الجلال يكفي يا نور الأجلة يكفي يا نور الأجلة يكفي يا نور الأجلة إن هجري صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، الله الله، أهلا وسهلا بالنبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat serta hidayahnya pada malam hari ini kita dimudahkan dapat hadir di tempat ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti kecintaan dan hormat kita kepada junjungan Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita di majelis yang mulia ini senantiasa mendapatkan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya nanti kita akan mengumandangkan salawat bersama dengan Al-Mukarram Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf dan Majelis Ahbabul Mustofa serta ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Husain bin Alwi bin Agil. Salawat beriring salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil akhir. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan senantiasa memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama kita buka acara Kaltim Bersalawat dalam sinergisitas di tahun emas Bank Kaltim malam hari ini yang akan dibuka oleh Al-Mukarram Habib Husain bin Alwi bin Agil. نوينا أن نستفتح هذا المجلس مثل ما نوى آباؤنا وأهلنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون. اللهم أدخل نياتنا في نياتهم، وأعمالنا في أعمالهم، وأخلاقنا في أخلاقهم، ونستمطر رحماتك يا رب من هذا المجلس
مجد الصلاة والسلام على حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. على هذه النية وكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الفاتحة. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jamaah majlis rahimakumullah, selanjutnya marilah kita bersama dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan ini akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Zuraini Ihsan, membacakan surah Al-Ahzab ayat 56 sampai dengan 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله